تحية نضالية لجميع الأحرار. اليوم الموضوع ديالنا هو الفساد يعني الأرض من الأراضي اللي كتسوى سبب ديال الفلوس غادي يعطيها محمد السادس الملك خوان كارلوس. فلوسكم المغاربة ثم ساكتين وانت تشوف شحال كتسوى شحال كت. قبل ما نبدأ بغيت نهضر على شي مسائل الخوت. والله الخوت زعما أنا ما كنفهمش علاش كاين شي اشباه المناضلين محسوبين على المناضلين يمكن قوم يديروا كيضروا التاشفين. ما عرفت انا وانا كيتصحاب ليا بان انني داير القوق النظام الساعه كنلقى راسي يا صاحبي انا داير القوق لهذوك المناضلين اكثر من النظام لدرجه ان تلقانات الحراره كتسينيالات راه محبوسه اللي كيجي عندي الناس كيسولوا فين كتاشفين غبرتي هذه اكسترا دونك حاولوا تعرفوا لهم بان خويا راه حيت عييت من كتبها وكتبتها وخف لي فيديو وداك الشيء يعني راه بلاد باقي كيقلب تالف ما عارف شايفين السيتيرا لي لايف والفولي لايف وداك الشيء و اعتذر الا تخرج مني شي كلمه لان راه كثروا عليا القواويد الخوت ما كنتش عليك انا تفهم انسان جالس مع امه مع باه مع اخته كاين المراه اللي جالسه مع ولدها حشومه تسمعش كلمات العيب حشومه تسميتو ولكن اخويا راه هادشي بزاف وبزاف وبزاف يعني معنى نلقى قناه كتسينيالا هذه راه قناه اخرى اللي انا فيها دابا حتى هي كتحمل نفس الاسم درت لها بنفس الاسم بالعاني باش يوليو يطلعوا بجوج واللي ما كنفهمش انايا هو بلي دابا صاحبي ما كتمشيش تقلب عليه ما كتذكروش ما كتمشيش تهضر عليه ما حتى شي حاجه ومع ذلك كيبقى يسب فيك في الفيسبوك ويعاود يدير في اللايفات وانا غادي نهضر على دوك الشوفينيين امثال حليمه الزين وشي وحدين انا اولا بعد عمرني ما قلبت عليك نهار الاول نتوما اللي جايين تقلبوا عليا لا انت ولا داك عمر اللي دوك الفيديوهات ديالك اسي الكفء انت كنت كفاءه ياك فهمتي علاش كتجيب لي انا فيديوهات كي الاولى بعدا ونهار الاول فاش كتجيو كنقولوا واو مرحبا باي واحد جا بيان سور شويه ملي مشيت انا كتبت فيسبوك ديالي حيت هما ديما باقيين عياشا هما واخا كيخرج دين النظام من عاش الملك كيبقى عاش الريف ولا كتبت فيسبوك ديالي ومن حقي نكتب اللي بغيت كتبت فيه عاش الريف واش الاخرين يموتوا انا ما فهمتش انا نهار اللي خارج الناضل نهار اللي نجح حقوق الشعب المغربي كامل ازاد شمال الجنوب شرق الغرب كيبان لك بنادم هو جاي عندك ها باش تبارطاجي ليه ديش العقليه صاحبي وشويه ملي كتبت انا والاخرين يموتوا داروا لي حال حتى دابا ما كيتصحاب لامك حتى كتشنو شنو انت كيقول لك مخك شويه كيمشي يدير لك اللايفات وكتقول مره جوج وتشبه يومي هذا الشيء عندهم راه شفتوا الفيديو ديال هشام هشام راه كنت كنقولها لك اخويا راه كنقول لك هذوك راه ما يسواوش انا راه ما بقيت باغي حتى شي واحد يقرب ليا لان كلهم نفس القضيه فهمتي لان كلهم نهار الاول كيجيو يتقربوا هذه وشويه غيعطيوك انت كتواضع معاهم كتقول واه هما ناس معارضين واه هما تنيتي عاش الريف الريف نيتهم عاش الريف علاش جايين في شريشيريه في الصوب وبلا تيستاسيون اللجوء السياسي تا هما بنادم صعب هي ياخذ اللجوء السياسي واش كيتصحاب لك كيتصحاب لك زعما صافي حركتي ديك الرايه راه هذاك هو النضال واش كيتصحاب لك النضال هو نجلسوا نسكروا تنتشقلبوا ما نبقاوش عارفين راسنا اش كنقولوا ونوركوا على الكاميرا نبقاو كنهضروا طالقين هكاك ها انا ما فهمتش اوكي نقول انا يتسب وبا با دير امك فين توصلي ليه يا خارج الطبون فين توصلي ليه نعل جدبون امك الكلب لي با تا هو تا هو كيتسب وقال لك با تا هو دا الاراضي ديال عباد الله ورينا هاد الاراضي اللي دا لكم با نوريهم لنا اخر شيء شوف تيفي عافاك لما سيري صوري لينا الاراضي اللي دابا فهمتيني انا ما فهمتش هادو واش هادو مناضلين الخوت واش هذا بشر دين امو دين على جدين امك وجدبو تريف في طريق دين امك نسبو فيها الناس اللي ما داروا لنا حتى شي حاجه اش كيسحب لكم راسكم نتوما واش انت احسن من داك المغربي اللي في الداخل ولا كيفاش جالسين عندنا الزفزافي ما الزفزافي وحنا كاملين كنتعاطفوا مع اي انسان كان حنا الزفزافي لا يمثلونا راه الزفزافي براسو نهار اللي جا عندي وكان مازال كيصاوب التليفونات باقي خراي حنا راه جمهوريين شكون اللي ورى لباباكم انت بات فين جات في 2011 انا لا الزين
فيك تيمك في 2011 اللي جينا لفرنسا، جينا حتى لباري في 2011 12 13 14 ولي كونفرنس داروا في باري، فيك تيمك تيا ولا حيت صافي حركتينا ديك الرايه داروك في شي جرائد باش يعمروا بك ضيق كاع اللي كيديروا في الجرائد عارف شي خدمه ان تما اما باش يضربوا المناضلين بك ولا شي حاجه صافي كتقولك انا راه داروا لي في الجرائد انا شفت اش حركتي الرايه انت اللي كتسحبك وانت حركتي الرايه صافي زعما راه درتي شي حاجه ولا شوف الجمهوريين وقتاش حرقوا الرايه علاش حنا ما كيسلطوش علينا الضوء مع العلم ان شكون يوريك حتى التراود فيك تير امك كتعرفي حتى تقراي لا رواد فينانس حتى الميزانيه القصر ما كتعرفيهاش هنا الدبابك الكلب تصبي ليا بانا هكاك ما دار لك والو انسان وكتقولي لهم انت جداك ولا تصل تمك ولا خالك ولا شي كيجي جد بوك الكلب كان في تاسما مارتي وكنتي بعدا كتكون كان في تاسما مارتي وكان بصح غادي يعرف بان الوالد هو اللي كان كيدافع على دوك الناس ديال تاسما مارتي وهي بشي حاجه نخدموا لك دابا يعني تسمعي تسمعوا لامك الخامزه ديال كتقول لهم انا ما كيعجبنيش اش فيه تما انا جاي الحوايج ديال امك ولا كيفاش انا جاي ديال امك انا جاي عمري تبسلت عليك ولا تبسلت على شي وحده ما فهمتش اخا هاد الناس كيفاش وبعاد عاطينكم اتساع ما كنجبدوكم ما حتى شي حاجه ودير لهم القاق هنا القاق تشفير الامران بيان سور لان اول مره في تاريخ المغرب درنا جسم معترف به بلا اللي تبتوا لامك ولا اللي تبتوا شي واحد مسجل وقانوني ومعترف به معارض للملكيه اجرتهم نتوما 700 ريفي ربكم وبفلوسكم بحشيشكم بزنيس ديالكم القرا ديالكم اجرتهم ياك شحال نتوما تتوما كتقولوا غنديروا ما نديروا كتقولوا حنا ماشي حنا ما كنديروا والو حنا ماشي كفء ياك وحنا بعد هذا الشيء حنا درناه ثلاثه المرات جوج مرات في بلجيكا ومره في ايطاليا مسجل اجرتي انت وكيجي واحد دين مو ما دار حتى بزه وما دار واشنو يشعل الكاميرا نبدا نسب في العياشه صافي ونسب في الناس اللي معارضه ونسب في كل شيء واللي يسوى واللي ما يسواش واردد كلام المخازنية يلا إلا سمي مك مرا سيري جبدي لي الأراضي اللي دار بالباك ولا تصل دين مك باش نعلم دين مك من تخرج واحد الكلمة أنا فاش كنهضر كنهضر بالحجج بالأدلة أنا محمد السادس ما نقدرش نقول فعل ودار إلا ما حطيتش المصدر معاه اللي كتخرجوا تبقاو تهلوا وتهضروا ولدك عمر حتى هو ما مك حتى تايش كيتصحاب لك مخك تايش كيقول لمك راسك الادسنس كرهتيه دير امك نتايا الادسنس ودير لكم القوقع بالادسنس اصاحبي سير اخو انا حيت لك شي ادسنس ها لا زعما لا حنا ما لا حنا ما كرهتيه دير امك الادسنس تا جد انت كدير فيديو ديال عباد الله تقول لهم شوفوهم ديروا لي اللايك صح ماشي من اجل الادسنس الناس عباد الله ما كدير حتى واحد حتى شي حاجه هما كيجيو يسولوا مع العلم ان انتم بكركم انتوما اللي جيتو تسولوا عليه النهار الاول اذا هنا السؤال كيتطرح وكان نسيت لا تخو لا تخو حتى علاش اخو جيت تقلبوا عليا النهار الاول واش انا عمرني صيفط شي ديموند شي واحد اصاحبي انا ما انا هادشي ما كنفهموش اخا هادو قال لك مناضلين مطر عشر ريف انا تحداكم قلت لكم مرارا وتكرارا جيبوا المخير في عندكم في الريف اجي والله تنجرت له سياسيا اجي نديروا مناظره قدام الشعب المغربي واجي نجبدو كاع داكشي اللي عندكم داك التخربيق داك التصاور ديال عبد الكريم الخطابي شوفوا واش عبد الكريم الخطابي كان عنده مشروع انفصالي ولا ومن اخا حتى كتناضل من اجل ليش كتجي عندنا حنا انا ما فهمتش هاد المساله وشويه كيولي هو كي ما نعرف هو كيعطيه راسو الحق ودير وسيري امك عيشي في الريف ينعلبو كلاش غادا لفرنسا فرنسا راك ما نرضاش نعيش فيها انايا بعدا زيد لك في الراس ما تسمع يعني الوسم هذا ما كانش في تصمى مارت عجيبه يعني انها بالبكاء بالبكاء يعني حقيقه شكون هذا؟ الجميع هو الاستاذ بن القزيز لست ادري هل لا زال على قيد الحياه ام مات الكل اشاد بمرافعته الكل اشاد بمرافعته بكى في النهايه وكيفاش تي خالك في تصمى مارت وما عارفاش هذه المساله المغرب كله كيعرفها كتسبي في هذا السيد كتقول لي كيدير الاراضي ديال الناس وريونا هاد الاراضي اللي ديت اللي دا لكم يلا شوف تيفي خرجي صور لنا الاراضي يلا وجيب لنا الناس اللي مشاو لهم الاراضي داوم لهم با وشوف الواقعه ديال هاد ولاد القحاب
فين واصله صاحبي؟ وبنادم مات في 79 مسكين، كان كيخرج الناس من الحباسات ويخلصهم ويعطيهم هو الفلوس باش يركبوا يسافروا لبلاداتهم. امي كتغوت واش حنا حالين البيره فابور، بطلق حباب جديد ديال امك، خامزه الطبون المارجه ديال امك، وانت راه من نضرب على ديال امك 8 يترو ديال الروج وما يقيمش ليا على ود ديال امك. نخسر في الهضره بدا من يسوى اللي ما يسواش الدبور الكلب. وراه هذه مده ديال فوق 6 شهور الخوت، وهاد القواويد وهادشي بيوميا. حركه الجمهوريه المغاربه تاعش فين خاصو يخرج من الحركه حتى وتمك درتيها باش تخرجيني منها. هذا راه الحمقه صاحبي، هذا راه الحمق. التريكه هي واحد في التريكه ديال ديك اللي مولات النمر اللي القحبه ديال هولندا ولا داكشي، اللي بلاتي انا غادي نركب في الطوموبيل ودوروا الكاميرا شوفوا الطوموبيل ديالي. اش هذا هو النضال هذا؟ هنا عمرك شي جمهوريه كتدخل المغرب وتخرج؟ راه مشيت المغرب هاد على قال لك راه جاب الله هضرت عليكم شحال هادي، قلت لكم واحد النهار غادي يخرج شي جمهوريين وغادي يبداو يضربوا فينا حنا. قلت لكم الجمهوريين حلالنا. اذا انا كنقول لكم هنا من دابا شي اللي كيناضل من اجل الريف قول اعطيني اتساح، جا عندي لا فيسبوك لا القناه لا تتشهى سير اخو جلس جغنغ معاك الرك مع الريافه ديالك واعطيني اتساع الله يرحم جدك، فهمتيني؟ اللي كيناضل من اللي ما كيناضلش من اجل حقوق الشعب المغربي كامل اعطينا اتساع. هل تذكر شيئا من تلك المرافعه؟ اسمعش قال لي امك وصل المحكمه انه بدا المرافعه بما مر به قال جداك ولا خالك ولا تصير تمك قد تقول انت، ثم تكلم عن حلم المغاربه وقت الحسد الثاني وقال بان هذا الحلم قد اجهد. المغاربه خيب امالهم، خيبت جميع امالهم. وقال انه وقع الكثير من اراقه الدماء، ثم التفت إلينا وقال هؤلاء إنما هم أداة غرر بهم، لم يكونوا يعلمون شيئا، لماذا تحاكمونهم؟ وقال كفى من سفك الدماء، اللهم قيض لهذا البلد وليا ينقذه. ما معنى هذا؟ أجهش بالبكاء وخرج. ما معنى هذا الهضرة؟ يعني ترك المحكمة. أنا قرأت شيئا من مرافعته ومن مرافعات الآخرين وكأن هناك كان محامي حيت كاع اللي كانوا في تزما مرت هضروا عليه. ما تقوليش ان تجدك ولا امك كانت في طاز مامارت وما تعرفش هذه المسائل. يا بالقحبه بالقحبه باش تقولي با كان شفار وانا راني حر. انت تعرفين امك الحريه تشنايين على جد باباك الكلب. انا اللي شكون اللي علمني النضال؟ ماشي هو، هو امي. اباز صاحبي كيفاش بنادم انا اتفهم ما كتحملنيش اوكي اوكي ماشي مشكل ما قلتش لك اخو غيني، ولكن علاش تمشي تسب ليا والديا؟ اش داروا لك والديا يا بنت القحبه؟ لا انت ولا داك التريكه ديال ولاد القحاب ديال امك يا القحاب، النضال ديال القحاب راه ما عندنا ما نديرو بدين امك، وشكون اللي جبد لدين امك؟ اجي منين انت كتهضري كاع سبوا؟ وفين عمرك جبدتي لنا شي ملف ولا شي حاجه؟ يلا تحداك لا انت ولا كاع دوك ولاد القحاب اللي معاك. يلا شكون اللي جبد الثروات؟ شكون اللي جبد البوكلي بالكحل للنظام المغربي؟ لدرجه ما بقاوش كيقدو تيهضروا عليا. وما كنخلي ما نخور في محمد السادس، على ما كيهضروا كيهضروا على الفيلالي، كيهضروا على الاخر مومني، كيهضروا على لان هادو كيبغيو يضربوهم بينا. حنا كيديروا ديك ما كيديروا راسهم حنا ما كاينينش، راه قالها تحفه بفمه، فمه قالها اتعرف بها. علاش؟ ما يسلطوش علينا الضوء، علاش؟ ان حنا عارفين شكون حنا. حنا ما كنجلسوش نلعبوا، الخواش يترك الخواش، وتا ديك بيت سربك. اختاش مشيتي لهاتي؟ شكون اللي وراها ليكم؟ شكون اللي مشى لها النهار الاول؟ مشي اللي جبدها. اباز صاحبي، والله الا هادشي بعض المرات الخوت نقول لكم صراحة، إلا كنبدا نقول هاد النظام، هاد ولد القحبة ديال محمد السادس، غنستاهلوه اخويا، غنستاهلو الحموش يشرق لينا في ترامينا، وشوف غير حنا بيناتنا كيفاش دايرين اصاحبي. وبنادم انت بعيد عليه، ما كتهضر معاه، ما كتحاشيها ليه، ما كتف انت مشغول في مشاكلك وصداعك في حياتك في مسائل اخرى، بعيد عليه، ما كتحشي ليه هضره في فيسبوك، ما كتحشي ليه هضره في يوتيوب، وراه اي واحد كنهضر عليه راه حتى كيقجر ويقجر ويقجر ويقجر، وراه كتشوف داك الشيء وكتخليه وكتميك وكتقول صافي لي سطومبيات اش فين ما غاديش هنا نزول، ودين امو بنادم واقف ليه هنا، ما يتلف دين امو تلف ليه بنعاره يجي عند تاش فين.
ما تاش فين دار امك التراوات الحمار يا بالحمار تراكم نتوما اللي شوهتوا النضال ديال امك وانا عندك مره اخرى انا الزفزافي لا يوم تيريني هنايا قاودي تي الزفزافي ربك وتاري يافا معاك الا كانوا بحالك انا اللي خرجت الصداع ديال امك راه خرجت ليه الراس من اجل الجمهوريه المغربيه من اجل انا الصحراوه الصحراوه في اللقاء ديال 700 بلاصه مشينا لا عباد الله يقول لك انت ديال اللايفات مناديل اللايفات انت مناديل ديال اليوتيوب فين عندي امك على اليوتيوب اليوتيوب كرهتيه ديال امك اجي وريني حنت يديك في اليوتيوب اللي نسمي مو راجل اجي 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 وريني حنت يديك امك في اليوتيوب اليوتيوبر اجي وصلي كتعرفي تماما كيتحرك فيسبوك راه شي بلاتفورم اللي هي يوتيوب فين يبان فيسبوك سميك مراه جيباني في اليوتيوب يلاه ديروا متتبعوا دير القناه وجربي راسك راه سيادك وجربوا رياسهم اجي وصل بابا صاحبي والله اللي تخليو لك ما عرفتش يا خالد بلا يسبوا ليك في والديك ما اي اجاب والدي الهضره انا تفهم ما كتحملنيش انا اوكي واخا من حقك ما تحملني ما قلت لك بغيني والدي علاش تسبوا انت ما جاروا ليك دارك با شي حاجه جبدي اختي بالحجاج هادي نور صورها علينا جبدان يلا لا البلا بلا البلا بلا احنا مال مناضلين حنا شمن النضال هذا النضال هذا هو النضال ديال عكو الخراب زكو انت باقا ديال امك انت من ولدك داوه ليك علاش سي نورمال قاس تسكري ما انا راه بار نوريه لدين امك راه تقرع ما خاويه فيه اخر مره شرط راه دي واحد 5 شهور ولا 6 شهور يا بالله حمار الخر ما تخنزي تمشي دير امك الاودي تشري ديك البيره ديال والو واجي خنزي فمك اوك سي سيلفيات تصحاب الكركرك ما نعرف كيقول كركرك تيا ما نعرف جودي فوستر فاش كانت عندها 18 لعام خمسه الاخرى وبزه صاحبي راه بشار ثاني اش ندخلوا في موضوع حيد ديال قواويد هذا الخوت راه واحد الود راه ولا كيترجم لي دوكيومونتير والتوره الفرنسيه بالدارجه باش نوصلوا اه ما ناس كتخدم كتمشي كتقول لك اخا تاش فين انا درت اجهر لك الا عجبك دير عندك ها هو اخا راه حطيت لكم القناه ديالو ها هي سيروا تابوناو عنده باش تشجعوا بحال هاد الناس فهمتيني راه غادي يبدا يترجم بالدارجه الناس اللي ما كتعرفش فرنساويه دي دوكيومونتير مهمين واللي فعلا خاص المغاربه يعرفهم ها هما بالدارجه راه كيترجموا هاد الولد انا وتخطاو فين ما بان شي حاجه راه نحطها ومن بعد بيد من هو تا هو يروج القناه ديالو يتعرف وراه هو وليو سير تشوفوا عنده المسائل راه كيدير اعمال وعنده مونتاجات زوينين عجبتني الخدمه ديالو هاو نخدم لكم شي طريق 1983 توار نساء ورجال واطفال فرنسيين جمعوا بالدنباب حبس لاباستي اشهر زوين عنده داك الشيء عجبني دي بو طرافاي برافو والله ما عندي ما نسالك اخويا كنحييك من هذا المنبر الناس هما العمليين كتمشي دير من البلا بلاويين انا بقى واحد دين ممكن عرفتي يدوي قالت لك احنا كفر وانت منين كفر اخو سيروا ديروا شي حاجه ديروا الجسم ديالكم وعاد ما تخليش الرياف يجيو طلبوا لجوء سياسي لا تيستاسيون ديال التشبيه وعلى الاقل بعد هذوك خذوا لجوء سياسي في المانيا ما شفناش منهم شي عيب نجي دير مو واحد عمرو ما عاونك حتى شي حاجه زي ما زاد تحل عليا فمك من الفوق انا نحشر في بلاصتك كلبه الاخرى الخامزه انت ولا الكلاب اللي معاك هو جي البيرو راه هو راه بالعربيه اللي خصنا صديقنا الملك راه خرج هو راه صاير واحد الجزائري هو اللي كيدير هاد الاعمال حتى هو الموضوع ديالنا هو هذا الخوت الشعب المستكلخ المستحمار هو بانت في قضيه ديال الفساد ديال الملك ملك السبليون سيادنا السبليون اللي ما توصلوش لهم يا الحمير ما كيجلسوش شي ضربوا في بعضياتهم اصلا انا تحداكم هاي مره اخرى كنقول لكم انا مخير عندكم في الريف في مشروع جمهوريه الريف اجي خا نتقابل انا وياك نديروا مناظره في السياسه يلا بكل ادب واحترام ونخليو الشعب المغربي نديروا لايف ازدو فين ما بغيتو انا نجي حتى عندكم يلا نسمي فيكم راجل ومزغت عليه امه والله تنغسلو والله نصبنو ونصرو سياسيا واجي نهضروا حتى على ديك العقليه اللي عندك في الريف والخريف فهمتيني وعلى درع ناضت دين ام القتله انا قلت لكم ميرانا ما تكرر هادشي انت بهاد العقليه اللي عندك ولا نسقطوا محمد السادس
راك ما غتبنيش نظام احسن من محمد السادس، غتبني نظام اكرف من انت دابا. ها هو دابا المخزن هو يخليك، هو عاطيك تيسك يضحك عليك، خليكوا بيناتكم كتقاتلوا فيما بيناتكم. مازال ما ومازال ما درتو حتى الطاجين ما يتحرك، كنت علاش تقاتل زعما وكان الريفه راه ما كاينش في الرباط، الريفه راه ما شاريش في الدار البيضاء، الريفه ما راه ما شاريش حتى جايبه غير تقسم لينا البلاد حتى كيف بغيتي زعما، ادير فيها الزفزافي الزفزافي راه خبزي جيعان باغي الخبز هذاك. انا اللي خرج خرج مطالب سياسيه النهار الاول يرحمي، اجي جبدنا مشروعك السياسي نناقشوا قدام الناس قدام الشعب المغربي. يلا ها هو اللي مزغرت عليه فيه فيكم امه، يجي يدير معايا مناظره في السياسه. يلا خذ الوقت اللي بغيتي، اعطيني انا نص الوقت اللي غتاخذ انت. ما عليناش اخو والله الا بازه صاحبي القوه ويطلع لنا في الكار، ما حياتك تضرب مع النظام، وما حياتك تضرب مع ولاد الكلاب العياشه وسميتهم، وما حياتك تضرب حتى مع هذوك اللي انت تعتقد انهم معاك. كتقول صاحبي راه حنا كاع مضرورين، راه شو هذا النظام اش داير في هذا وهما صاحبي والله خايديني الا شفت واحد شي نهار غادي نقول لكم عاشا، ماشي حيت انا عياش ولا حيت بعت راسي، لا 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 لا، وهي ضد فهاد ولاد القحاب هادو، وتا القناه كيسينياليوها زوي زوي يا عباد الله، غنجبد لكم لي زيميلي الا بغيتو نوريك انايا. هادو مناضلين هادو. واش هذا هو النضال؟ النضال كي شنو هو؟ وتا راه كاين اللي كيتسنى كيتسنى داك النهار غيقولوا انت اش فين؟ انت اش فين دينا للحبس. هادي راه النضال هادي 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 تصور معايا انت هادي يا صاحبي. شو شو كي شو الخير اللي كتبغي لخوك المغربي؟ علاش؟ حيت باش نبانو حنا واعرين حنا، وانت مالك حبسناك دير شي حاجه واعره وبان بها نفتخروا بك. يلا يلا ورينا ورينا حنا تديك، وما كاينش فيكم اللي يدير، ولا تا الا دار شي واحد خاصنا نهرسو ديال مو علاش هو يدير، خاصنا نلقاو قال غير شي الادسانس. وهو الادسانس مال مو الادسانس ديالك ديرك فلوسك؟ يلا قول لي ها الادسانس، ها هو الادسانس كي يدير جوجل كيخدم فيه الانسان. ها اجي دير امك جلس هنا 16 و18 حط الزكوك هنا قبل ما تمشي تخنز فمك بالبيرة وتمشي للدار كيلقحها بها ربك. ها وتجي نخسر في الهضرة اللوح بدون وزن بدون صافي اللي بان لي نقولها باكا كيدي الاراضي، وحنا بعدا كاع ما عندنا الاراضي في الرباط. نزيد لك في الراس باش تفهميها الحمارة، الاراضي اللي كاينين راه ديال الجدود يا عروبية من جهة امي كانوا فلاح كيفلحوا من جد جد لجد. ايوا مالهم تا هما داو لك شي حاجة؟ اما انا عارف انا ما نقدرش نجي نهضر على ناس ما كنعرفهمش حتى المعرفة شكون هما. يا خنزة الطبون سيري ما تعلمي لامك ديري لي جين في طبونك عاد ومن تما دوزي لفمك. داك اللي كيديروا تعصوا بالعيالات من تما دوزي لفمك عاد تجي دوي على با ودوي على عيالي ديال امك. بيتان دانا راه تعطي الخوت اللي مع مو ولا ختو ولا جده ما فهمت اخا انا راه اجي عيش اخا الحياه اللي كنعيش هنا. ما حيرتك تقاتل دين مو مع النظام، ما حيرتك المشاكل اللي والدي، ما حيرتك لولدك شادينو هكاك حيت بغاو الاخرين، ما حيرتك طعن من اي بلاصه، ومن ما دورتي وجهك اقرب الناس ليا هما اول الناس طعنوني. سير سول علاش ووقتاش وكيفاش، حتى انا باغي نفهم علاش اقرب الناس ليا. طفوا على بشار ديال امكم، علاش؟ لان هكا داير المغربي ما كيبغيش الخير، ما خاصناش شي واحد يزيد بينا القدام، الا شفنا شي واحد دار شي حاجه اللي حنا ما قديناش عليها كنحقدوا على دين امو. علاش يدير؟ ما ديروا ما تخليو اللي يدير صافي، وجلس بقى شاد في الخال خاويف انا بغا يحمي لي صاحبتي يا ولد القحبه. شنو مشيتي كتقول لهم؟ شنو مشيتي درتي هنا في داري يا ولد القحبه؟ قول لهم عاد لهم عاد متصور قال صور في عباد الله وفي لي كارت ديدونتيتي باغي تصيفط قالك تهدد انا نخرج لها خرج راه من فعايلك لدين امك. شوف كي خرج تصاور ولي ليدونتيتي واش هذاك الشيء مشيت مخزين تخرج عباد الله جاوا باش يعاونوك يوقفوا معاك تزقوا بنادم واو واو مازال عند دين امك الفم تدوي مثلا انا جيت الثايز هذا انا ما توين عندي جد بوك الكلب الرجوله ديال والو خدير. انا كنقول لكم من هنا خلاص بقيت وليت باغي نبقى بوحدي يا خي ديال
صافي انا اللي بان لي غادي نديرو راسي ما محتاج سميتو لادساس كنشدو الا اللي بقى في لادساس يجي اخو ودابا هذاك اللي كيقول لك لادساس وبقى هنا مقطع ديال امو تشدت حتى لحد شي 3 ولا 4 الفيديوهات ديالي كانت عندي قناه بحابسه داو فاش داو لي البوليس سميتو حتى شد 120 اورو قال لي والله خايت اش فيها دخلت واحد 120 اورو في فيديوهات قلت له بصحتك اخو خوت ديالك هذيك الساعه ما كانتش لادساس ديال امك فاش خديتيها كانت زوينه ديك 120 اورو باز صاحبي باز 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 صاحبي على بشار دين امو كيفاش داير وعندكم الجرعه تجيو تحاسبوا معايا انا اللي ديت لدين امكم الثوره الثروه انايا انا اللي كندير لكم الذهب انا اللي كنجلس دين امكم على القرايه ولاد القحابي الشعب الاول القحبه ولدي ضرب دين امكم تخليو دين امو بلادي ما يخرج لدين امو عقله سميت علاش ما تقدش دين امك تدوي معاه راني تحفى لكم دوزوا عند التاشفين فوالا بصار ديال امو كيدير اوكي ماروك محمد سايس سيتي دون ان سكوندال افيك لونسيان روا ديسبان واحد سكوندال كنخرج سيادك تعلم من سيادك لمك الصبليون الله يديني حاسبو الملكيه ديالهم لقاو السي الملك ديالنا عاطي ارض في مراكش كتعرف الارض شحال كتسوى في مراكش في لي بالميري وديك البلايص راه كاينه فوق 4 5 6 مليون المتر مربع و الا غلطت يصلحوا لي الدراري في مراكش انت خذ ديروا لها عمليه حسابيه الا شديتي غير قطار قطار 10000 متر نديروا لها حنا نديروا لها حنا غير مليون ياك 10000 درهم ضربتيها في 45000 سميتو راه هي 450 مليون ديال الدرهم هذه ارض هذه اما هي راه كتسوى 4 المرات وخمسة المرات هذا الشيء اللي كتسمع تعطات كادون كيف كتعطى لاي رئيس دوله فرنسي ساركوزي عاطيه الامير ديال قطر عاطيه شيراك عاطيه علاش انت حمار انت حاضي تشفين دير امك بقى حاضي ليا انا شد ليا فان نقول لك دراسي خليه هو يعطي رزقك حيت انت مش موت المغربي ديكتش دير امك تواجه معاه ملي تحفالك ما تعرف ما دير نزلت تشفين ها هو لونسيان روا خويا كارلوس برومي دو بلوس اون بلوس ديسكريديتي باغ دي زونكيت اون سويس ديجا عندو دي زونكيت كاينين في سويسرا وفي الصبليون فهمتيني بوغ في دو كوربسيون اي ديسيمولاسيون دو فورتين او كيغبر في العاقه بلانشيسمون دارجون شركات اوف شور فهمتيني سولو لي جورنال اسبانيول لي روح خوان كارلوس ايت امبليكي دون بليزيور سكاندال 700000 سكاندال خفيف نوطامون افيك محمد سيس روا دو ماروك كي لي اوفير اون بارسيل دو تيران بري دو لا فيل دو مراكش خرج فين خرج كاين لي بالميري فين كاين فين على مال هو مالك غادي يجي يسكن معاك حتى في جامع الفلا ولا غادي ولا في المدينه القديمه المدينه القديمه راه ديك ديال راسها من زبالات الفلوس عطينا بلاصه الفيلات والقصور او البلاصه سميتو فين فهمتي هيا المهم نخلي لكم اللي سميتو راه بليزيور ارتيك هضر عليه ها هو تا لو ديسك هضر عليه تيغا اوفير باغ محمد سيس اخوان كارلوس افير كلاسي هاد المساله تا هي اهو بلا ما نعاود نبقى نعاودو هاد المسائل ها هو عاوتاني كومونيكي تا هي سوبسوني دو كوربسيون لونسون روا دو ديسبان اخوان كارلوس كيت سون بي وفي الاخر اضطر باش يهرب وباقي اليومين هذا هربان ما عارفين الشافين لان مشى من هنا من الصبليون للخزيرات ماشي الخزيرات انا الحمارات ومن الحمارات راه ما عارفينوش واش باقي تما علاش انا هما كيكاموفلو على بعضياتهم سرق من الهاجب هنا وسرق هنا ودي لها وغطي مع راسهم المافيا المافيات فهمتيني مع العلم ان هذا راه كندير يعني فونداسيون ديال 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 حقوق الحيوان قال ليك وداك الشيء هو الاول اللي جالس كيمشي يقتل الفيولا ويقتل في السبوعه لقاهم في دارو فاش تحشم قال لهم لا راه ما بقاش معانا وانت المغربي كيجي عندي المغاربه داو ليهم الاراضي ديالهم حدا السدود غادي يعوضوهم قال لك سيدي ب 10 دراهم للمتر مربع بمعنى القطار يعني الناس كتكون في مفكات فلاح و الى اخره يعني غادي يعطيهم مليون في الهكتار
وهذاك المليون سير واش غتشدو ولا ما تشدوش، وجلس دعا على ودو في المحاكم ويجي المحامي ويديه ليك كوك كوم سا. علاش انت ما كتبغيش تدوي على خاطرك؟ عاد نسيت نسيت انت راك دير الهاشتاغ. فين هو دار الهاشتاغ عاوتاني؟ النضال ديال عكو الخراب سكو ديال هاد الاساتذه تا هما راه حنا وصلنا الهاشتاغ الى ما نعرف شنو. خصك تمشي معاهم بالقوالب كيف ما كيمشي معاهم النظام، غير طريقه الحوار، غير طريقه الحوار. لا خا انا ما غنغير حتى شي حاجه، انا طلعوا لي في الراس. انا ما كنمشيش مع الناس كيف بغاو هما نمشي معاهم. انا خراك كو داير كحل كحل بيض بيض، عجبك اخو مرحبا، ما عجبكش مرحبتين، صافي انا ماشي غنغير راسي باش تتبقى على خاطرك. عمرني انا ما كنمشيش هكاك انا. اهو اجي تشوف السي، وصلنا دابا قال لك 288,000 زيرو معنا الزيرو معنا الاساتذه والاستاذات، شتوا الهاشتاغ يعني باغي نوصلوه ل 3000 وغدا 300,000 وغدا نوصلوه 400,000. كلشي مسؤول وتحياتي والصفحات واللي برا واللي سميتو. واش انت باغي تحرر براطك للتيتشر؟ ناري 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 مهمتي ناري. انت باغي تحرر براطك للتيتشر؟ وا باز اخويا شتت الهاشتاغ، شتت الهاشتاغ. هادي المغاربه خواش غادي نقول لك والله خويا، كاين العالم وكاين المغاربه بوحدهم، انا هادشي كيبان ليا. ولكن حي الجزيريه على النضال ديالهم، وكنقول لهم استمروا، والله الا استمروا ما ربنا تجي الضربه من عندكم نتوما باش تفيق الحواله اللي عندنا هنا. لان حنا راه عندنا واحد النوع ديال البشر، خصك ما تبقاش تهضر معاه حتى هكا، خصك تدوي معاه بريل هي تقول لي الشا والرا، خصك تدوي معاه لغه الحيوان، لانه هو لم يرقى الى لغه الانسان. انت كتهضر معاه حتى بالدارجه صاحبي، وها البشر راه فشيت كاين كتفهم فيه توزع غادي معاك شو كيعطيك انت ما كتفهمش علاش. اعطينا غير اون غيزون علاش السي محمد، لا حتى هذيك ما قعدتش عطيها. تحياتي لكم الخوات، بلا ما نطول عليكم، انا طولت. الفيديو المقبل غادي نهضروا على هذه المساله، هذا الموضوع هذا تا هو جاي، القتل ديال محمد السادس، حتى القتل محمد الخامس من طرف با، هما خرجوا حقائق كتاب خرج انا غادي نهضر على كيفاش تقتل. مع العلم انا راه حتى مرته مت هذا هي اعترفت، راه كاين فيديو عندي في القناه الاخرى، هذه راه قناه اخرى ولينا في قناه اخرى. المهم بدمان حلوا الخرا 3 شهور، الخرا راه 3 شهور الخوت غادي تبقى مسدده. تحياتي لكم.